هاد الفيروس كيقيس الناس الكبار يعني كيقيس المسنين. فهاد المعلومة هادي ربما كانت صحيحة الآن دابا خصنا نراجعوا فيها نراجعوها ونعيد فيها النظر. علاش؟ لأن اليوم الإنسان ما بقيناش كنقيسوه بالعمر البيولوجي، يعني في عمره 70 عام في عمره 80 عام في عمره ما بقاش هاد لاج يعني بيولوجيك، وهنا كنهضروا على لاج ميتابوليك. شنو هو لاج ميتابوليك؟ هو العمر الايدي. باش نفسر هاد النقطه هادي، كاينين الناس دابا اللي راهم شباب يعني 20 عام 30 عام بالحق، فاش كتشوف له الجسم ديالو وكتشوف له، لان لاج ميتابوليك كنعبروا حنا من خلال القوة ديال الخلية وكيفاش كتشتغل الخلية، يعني كاين آلات اللي كتعبر هاد لاج هذايا، كتلقاه هو 30 عام بالحق هو عنده العمر يعني لاج ميتابوليك ديال 71 عام. هادشي اللي نراجع راجع نمط العيش والتغذية بالخصوص. علاش؟ لأن احنا في وسط الجسم ديالنا كتوقع واحد العمليات كيتسمى لو ستريس فيزيولوجيك. شنو هو لو ستريس فيزيولوجيك؟ هو أن الخلية تتعرض لبزاف ديال المشاكل، يعني وهاد المشاكل هادية خاصة واحد المسألة اللي كتسمى لي غادي كوليبغ أو الجذور الحرة. هاد الجذور الحرة هادي هي سميتها حرة، يعني لما لقاتش مواد، وحنا غنهضرو على المواد اللي خاصة تشد فيها ما تخليهاش ليبر، ما يبقاوش دي غادي كوليبغ، كتولي كدير في الجسم العجب العجاب، وكتلقى انسان باقي شاب وعنده التجاعيد في الجسم ديالو، عنده بزاف ديال الامور، عنده الشعر كيطيح وعنده. علاش؟ لان الان دابا المقياس والمعيار ليس هو بالعمر البيولوجي وقد ما هو هذا العمر ولا هذا لاج ميتابوليك. فهادشي علاش نظام التغذيه ديالنا في غياب مثال في غياب مثلا يعني لان كاين لي برو اوكسيدون يعني اللي هما الجذور الحره، كاينين لي زونتي اوكسيدون. لي زونتي اوكسيدون مي تسمعوا مضادات الاكسده، هاد مضادات الاكسده هي اللي من شانها انها ما تخليناش هاد الجذور حره وكترتبط بها وما كتبقاش حره وكتولي يعني ما عندهاش خطوره كبيره بزاف، وخاصه ان هاد الجذور الحره كتقوم بالمفعول ديالها بواحد السرعه خياليه، يعني واحد السرعه لا تتصور. فالجسم ديال الانسان والجسم ديال الشاب اليوم، يعني عنوان الشاب ماشي كلشي مي عنوان الشباب، بزاف ديال الشباب التدخين يعني يزيد من الجذور الحرة، التغذية المعتمدة على المواد المصنعة والحلويات وهذه الأمور تزيد من الجذور الحرة، قلة النوم تزيد من الجذور الحرة، القلق يزيد من الجذور الحرة، استعمال الهواتف بنسبة كبيرة وهذا الويفي وكثرة الويفيات وكثرة هذه الأمور وهذه المسائل هذه تزيد من الجذور الحرة. فاحنا اليوم الإنسان عباش نفسر لكم النقطة ديال علاش واحد مثلا شاب وهذا الفيروس هذا دار فيه العجب العجاب، لأن الشاب اليوم يجب إعادة التعريف ديالها، لأن واحد شاب بالنسبة لي أنايا ماشي هو اللي في عمره 20 عام ولا 25 عام، لا، الشباب من الداخل. والعكس ديال هذا الشيء هذا كنلقاو ناس اللي عندهم واللي كنعرفهم أنا شخصيا اللي عندهم يعني 70 عام و 60 عام وخرجوا من هذا المأزق، يعني الحمد لله بتحاليل يعني سلبية وخرجوا من هذا المأزق هذا. علاش؟ لأنهم كانوا والجسم ديالهم قائم على واحد نمط عيش جيد، واخا، وهذا اللي عاونهم. فهادشي اش كنقولوا حنايا، ما نبقاوش نقتصروا على هذه الفكره ديال ان كيفاش هذا الفيروس هذا لا كيقيس غير الناس الكبار، لا، كلشي معني. علاش كلشي معني؟ لان حنا ما عرفناش شنو هو العمر الاي دي ديالك، لاج ميتابوليك. فهذه النقطه اللي بغيت نوضح، باش حنا كنتحكموا في هذا لاج ميتابوليك بالتغذية ديالنا وبنمط العيش ديالنا. والناس كيقولوا دابا المناعة راه ممكن الطفل تلقى عنده مناعة ناقصة. علاش هاد الطفل؟ لأنه ما رضعش، زائد أنه كيعتمد على أغذية اللي هي كتاكله ماشي هو اللي كياكلها. فهادشي اش كنقول هنايا، هاد المسألة يجب أن نردوا لها البال، التغذية ديالنا يجب أن نردوا البال، لأن التغذية والله العظيم يعني تتحكم في شيخوخة الخلايا بواحد النسبة كبيرة بزاف. ونزيدكم واحد النقطة، مسألة ديال الكورونا فيروس وهاد الفيروس هذا بالخصوص، يعني كيمشي للخلايا الضعيفة. شنو معنات الخلايا الضعيفة؟ وباش كنقويو حنا الخلايا الضعيفة ديالنا كنقويوها بالصيام، يعني الصيام ثلاث أيام تابعة كتعطيك تجديد رائع جدا ديال جهاز المناعة. فالخلية الضعيفة هي واحد الخلية اللي الميتابوليزم ديالها ضعف، الأيد ديالها ضعف،
هذه الخلية كتولي يعني خلية سهلة بالنسبة للفيروس. وهذه الخلية الناس بزاف اعتقدوا أنها كاينة عند الناس بين قوسين المسنين يعني بيولوجيا، مع العلم أن كاين دابا الشاب المسن، الشاب اللي في عمره 30 عام وعنده خلية ضعيفة. ما هنا قلت أسباب كثيرة، منها مثلا الخمور، شوفوا الشعوب اللي كتاخذ الخمور مي كتشوف وجهه كتقول هذا واقيلا عنده شي 50 عام ولا 60 عام، هو باقي في العمر اللي مكتوب له، العمر نهار تزاد بالعمر ديالنا حنا هي زائد 9 شهور. الوغ هذا كي يعني كتلقاه باقي صغير، اي بورتون كيبان في الشكل ديالو في الهيئه ديالو انه كبير بسبب هذا استهلاك هذا الخمور وهذا المواد وهذا الامور هذه بزاف. فحافظوا على الخلايا ديالكم، وحافظوا على الشباب من الداخل، وحافظوا على معدل الايض ديالكم، وحافظوا على تجديد الخلايا. الناس غيقول لك انا دابا كيفاش نربح العمر؟ نعم ممكن نربحوه، ماشي غننقص من الحاله المدنيه ديالي، لا، بالتغذيه ديالي ممكن يكون عندي انا، والجميل ان في لاج ميتابوليك ممكن نزيدو ممكن نقصو، ماشي بحال العمر الاخر، وصلتي 70 عام راك وصلتي 70 عام، لاج ميتابوليك ممكن نقصو ممكن نزيدو، باش اننا كنجدوا الخلايا ديالنا. افضل شيء تتحكم في لاج ميتابوليك وفي العمر الاي دي هو الصيام، ولكن ماشي غير الصيام بوحده، 24 ساعه يعني الصيام وباش فطرتي. لان الناس كيقولوا دابا الصيام، الصيام نعم يعني راه 90% ديال الفوائد، ولكن قول لي باش فطرتي باش نقول لك انا واش استفدتي من هذا الصيام ولا لا. علاش؟ لان الخلايا المناعيه واحد اللحظه تتوقف، حتى كتاخذ داك الوجبه اللي كتاخذها انت وجبه حاسمه في جهاز المناعه ديالك، اذا كنتي كتفطر بشي حاجه حلوه وكتفطر بداك بزاف ديال الامور وباشياء لا تموت بصله. بالنسبه لي انايا دينيا نعم راك استفدتي، ولكن صحيا لم تستفد. فهادشي علاش حبيت نقول لكم هذه النقطه هذه، باش حتى المنطق ديالكم يعرف باللي يعني انا بزاف الناس يتساءلوا كيقول لك هذا الفيروس كيقيس على الناس الكبار، علاش واحد شاب نعم العمر اليوم ما بقاش كيتقاس بالعمر البيولوجي بقدر ما كيتقاس باللاج ميتابوليك او للعمر الايدي. كانت هذه نصيحه اليوم، نتمنى لكم الخير ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع، ونتمنى ان شاء الله اننا نخرجوا من هذا المشكل بصحه جيده. خليت لكم الراحه وبقاو متفائلين. كنتوا في الحياه، كنتوا في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.